هناك أيضا أعزائي المشاهدين كان هناك أيضا الدخول من عقاب محمد بن رعيب بن حمد بن غدير على تبي هنا أعزائي المشاهدين، وهذا توقيت المراكز هناك أيضا أعزائي المشاهدين. ونذكر هنا أيضا بأن الشوطنا الثالث هو صاحب التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات، هنا أيضا راعي مزعج، فتهانينا والناموس لكافة الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع انطلاقة خامس الأشواط وهو الخاص بفتح الأبكار الجذاع المحليات الأصايل، مسافة 6 كيلومترات الحاضرة معنا في صباح هذا اليوم. وهنا في هذه الأشواط الخاصة بالإنتاج والمنتجين في جائزة زايد الكبرى لعام 2023 للميلاد، نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى مع الفارع للسيد شفيان بن سالم بن محمد العامري، من يقدم لنا الفارع على المركز الأول. ثاني التحديات والانطلاقات، مياسة للسيد رقيط بن سيف رقيط الغفلي، من يقدم لنا انطلاقة مياسة، من تحضر على مستوى المركز الثاني. نقلتنا القادمة إلى المركز الثالث وهنالك انتحار محمد بن علي بن سعيد الاكتبي، من يقدم لنا انتحار اللي تحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت روعة أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي هو القادم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع انطلاقة مياسة، سالم بن منصور بن الهية العامري هو القادم في هذه اللحظات والمعلن عن حضوره وعن تواجده، يتسلل إلى المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من شعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، من يقدم لنا انطلاقة الوثبة، من تحضر الآن بدورها إلى المركز الخامس. سادس التحديات والانطلاقات مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مطر السيد عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي، من يقدم لنا انطلاقة مطرة أيضا القادمة هنالك، والمعلن عن تواجدها حفلة للسيد سعيد بن حمد بالدليلة باللويع العامري، من يقدم لنا انطلاقة حفلة المركز السابع من الجانب الأيمن. تتقدم سرابة للسيد عبد الله بن البحري بن نوبي العامري، من يقدم لنا سرابة في هذه اللحظات أيضا الوصول والانطلاق مع كيان حارب بن مغير بن سالم العميمي، من يقدم لنا انطلاقة كيان أيضا القادمة الزود مطر بن سهير اليبهوري الظاهري، من يقدم لنا زود في هذه اللحظات المركز التاسع. ضجة لسيد سيف بن سلطان بالحدي الاكتبي هو القادم مع بالحدي، من يقدم لنا انطلاقة ضجة، بينما المركز العاشر نختم بها النداء مشاهدينا متابعينا الكرام الظبي محمد بن سعيد محمد النعيمي. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات، العودة للمقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى، من غيرت الأمور الوثبة، الوثبة تتواجد بشعار بن غدير، ولكن هنالك التسلل من الجانب الأيمن مشاهدينا متابعينا الكرام، انتحار محمد بن علي بن سعيد الاكتبي، من يقدم لنا انتحار انتحار في هذه اللحظات، وايضا هنالك التواجد نتابع هنا الانطلاق مع مياسة، سالم بن منصور بن هي العامري، من يقدم لنا مياسة على اول التحديات وعلى اول الانطلاقات. يا سلام، هنالك يتواجد بهذا الأداء
المميز، وايضا هنالك الانطلاق على المركز الثاني انتحار محمد بن علي بن سعيد الكتبي، وايضا الوثبه قادمه بشعار حمد بن راشد بن غدير الكتبي، من يقدم لنا انطلاقه الوثبه. ولكن من وصلت الان، من تقدمت في هذه اللحظات مشاهدينا وتابعينا الكرام؟ مطره عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي، من يقدم لنا مطره القادم في هذه اللحظات؟ يا سلام، ايضا حفله سعيد بن حمد بالدليله باللويع العامري، بدا يتسلل شعار بالدليله، بدا يتواجد بهذا الاداء المميز. ايضا الانطلاق هنالك والتواجد مع الزود وطياره اليبهوني، مطر بن سهير اليبهوني الظاهري بدا يتقدم، بدا يتسلل في هذه اللحظات، وهنالك ضجه سيف بن سلطان بالحدي الاكتبي، والقادم مع انطلاق الضجه العوده الى المقدمه، الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الخطير، كيلو التحديات، مياسه سالم بن منصور بن نهيه العامري، من يقدم لنا؟ مياسه مياسة على أول التحديات وأول الانطلاقات، يبحث عن الناموس وعن الفوز والانتصار. أيضا القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات مطرة عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي، من يتسلل إلى المركز الأول، ينطلق بناموس هذا الشوط مالكي مطرة عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي، أبناء اللبسة يتقدمون بهذا الأداء المميز، وفي شوط خاص بالإنتاج والمنتج منتجين. يا بن نايع عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي، من يقدم لنا؟ مطره على اول التحديات. المركز الثاني وصلت حفله سعيد بن حمد بالدليله باللويع العامري قادما على مستوى المركز الثاني، وثالثا الوثبه حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. ولكن مطره مع الفوز والانتصار، مع الناموس عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي، ينطلق بهذا الاداء المميز، ينتزع هذا الناموس الغالي من عاصمة الميادين، من ميدان الوثبة. ولكن دير بالك، الوثبة قادمة، الواثق، ولكن مطرة عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي تهري الناموس. المركز الثاني الوثبة لسيد حمد والراشد بن غدير الكتبي، والمركز الثالث حفلة سعيد بن حمد بالدليل باللويع العامري، والمركز الرابع وصلت مشاهدينا ومتابعينا الكرام مصيحة جمعة بن مبارك بن مغير الخيالي، والمركز الخامس محطة لسيد عبد الله بن سهيل بن حمد بن يطبع العامري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك مطرة عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي على هذا الفوز والانتصار. والتوقيت الزمني نتابع هنا لحظات الإعادة، لحظات التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، توقيت مطرة عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي 9 دقائق 11 ثانية وستة أجزاء من الثاني، تهاني والناموس. المركز الثاني كان الحضور مع ثاني التحديات. التوقيت الزمني 9 دقائق 11 ثانية، 9 أجزاء من الثاني صاحبة المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام. المركز الثاني كان مع الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي، بينما المركز الثالث بتوقيت زمني 9 دقائق 12 ثانية و4 أجزاء من الثانية كان وصول حفلة سعيد بن حمد بالدليل باللويع.